دخليك؟ شو؟ هيدا رامي كيف عرف بالمعرض؟ رح ارجع جاوبك للمرة الألف إنه عرف مثله مثل غيره. وشو قلتوا لبعضكم أنت وياه؟ شو صاير لك مروان؟ شو بيك؟ صرت تسألني هالسؤال أكثر من 100 مرة وأنا ما بقى لجلادي جاوب نفس الجواب. شو اشتقت له؟ ما يكون قلبك دق كمان بس شفتي. يا مي أنت سامع حالك شو عم تحكي؟ إيه سامع شو عم بحكي إيه؟ إنه ما فهمت يعني شو ناقصه؟ شاب حلو وغني ورسام مثلك. إنه بدك تقولي لي إنه ما بيعجبك؟ رجعنا لموضوع رامي، رجعنا لنفس الموضوع، هيدا الموضوع صار حكيت فيه مليون مرة وبعدك بتحكيني فيه. مروان أنا تعبانة وبدي نام. تعي لهون عم بحكي معك، شو تعبانة وبدي نام؟ وقت بحكي معك أنا بتتسمري بأرضك وتسمعي شو عم أقول لك. ليكي أنت ملكي وبعمرك ما رح تكوني لا لرامي ولا لغير رامي. تركني عم توجه لي إيدي. أنت ملكي إلي إلي وبس، بتعرفي شو يعني إلي؟ قولي لي بدك تعبيني. مروان اتركني عم توجه لي إيدي. هلا هون هلا 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 افتحي لي عم قلك افتحي لي هلا افتحي هلا ماشي ماشي ايه امي ليش قاعده هيك لوحدها هيك ما تفكر بحزر عاطي ليش شو صار معك رحت والدنيا مش سيعتك شو صار الدنيا ما بدها تضحك لي امي شكلي ما رح التقى بالبنت اللي بحبها ليش رفضتك لا بس كانه في حدا تاني بحياتها طب حبيبي إذا هيك خلص ما بقى تفكر فيها إذا البنت مرتبطة يعني أكيد ما رح تقبل فيك ما هيك حق كرمال هيك لازم أفكر بحالي مع حدا تاني يصير لهم أنت شاب كامل معك من كل الجهات كل البنات بتتمنيك المهم أنك أنت تشيلها من تفكيرك شيلها من قلبي أنت سيبة طيب أنا رح نام تصبح على خير انت شو عم تعملي هون؟ ماشي كنت عم بتمشى يلا امشي صار وقت الغدا بعدين لازم تعرفي منيح انه هون في قانون مجبورة تلتزمي فيه ما فيكي هيك تتمشي على ذوقك من مطرح لمطرح يلا مشي معك صار سوء تفاهم صغير انا وياه وحمل حاله وترك البيت وفل كميل انا مش رح سامي حالي اذا بصير له شيء روقي على روقي حاجه ثانيه هام وين بده يكون راح وين بده يكون اختفى يعني انت هلا روحي على البيت وانا فتش عليه صباح الخير خواجة راجي اهلا اهلا مسيو رامي تفضل كيف الصحة؟ اهلا وسهلا تمام يا هلا قل لي شو بقدر اخدمك؟
ولا للصراحة جاي اطمن على معرض دوموزيل حلا، كيف كان امبارح؟ ان شاء الله بعت منيح. للأسف ما بعت الا لوحتين. مش مشكلة. طيب أنا رح أشتري كل الباقي. كل الباقي؟ كل الباقي. بس المعرض مكمل لبكرة. بسيطة. حط عليهم إنه منبعين، وأنا لما يخلص المعرض ببعت حدا بيجيبون. إذا هيك بتريد أكيد. عندي طلب صغير. تفضل. ما بدي حدا تعرف إنه أنا اشتريته. ممكن؟ بيصير. اللي بدك إياه بيصير مسيو رامي. طيب وشو التكلفة؟ يلا خليني اشوف لك. شو معقول يكون صار معه؟ ما بعرف. هلا نسأله ونشوف. أنا كثير خايفة. ما تخافي مروان قبضاي ما في شيء بهمه. هيدي بنت اخته. شو عم تضحك علي؟ ما كل الناس عارفة انه عشيقته. الناس بتحكي ولسانتها طويلة. انا عم اقول لك بنت اخته. بس حلو كتير. طيب بخاطرك سلم لي على مروان وسلم لي على بنت اخته. كان عم يسألك اذا انا عشيقته لمروان؟ سألتيني؟ ومن دون ما اسمع هالاسبوعين صرت حافظتها. ما تعتلم تعودت على الموضوع، او بالاحرى تمسحت على الموضوع. حبيب حضرتكم اهل لمروان؟ نعم. ما تعتلوا هم، كل القصه انه شرب كثير واللي معه سكري ما بيسوى يشرب هالقد. الحمد لله هلا صار احسن. سكري؟ نعم. اذا فيكم تفوتوا تشوفوا وان شاء الله بعد الظهر بيطلع. شكرا حكيم كلك زود. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. شكرا. مروان معه سكري؟ ليه ما خبرني ولا مره؟ بيكون حتى ما يشغلك بالك، ما في شيء. بدك نروح نشوفه؟ لا روحي عندي شوفيه. يكون عندكم اشي تحكوها. انا بعرفوكم بعدين.